نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو جديد. هذه المره غادي نهضر لكم على المشتريات ديالي ولا في الملابس، وفيهم من بريمارك اللي كاين في جميع الدول، ولكن غير في اوروبا والمغرب راه كيوصلوهم المنتوجات ديال بريمارك. وكاين ليفتيس، اللي عارفه بلي ليفتيس راه كاين في المغرب، يعني ولا هاد مؤخرا حلوه في المغرب. وليفتيس البنات راه كاين في جميع المدن في اسبانيا، وواقيلا الا ما خفت نكذب كاين في دول اوروبيه. التويتاس هادو اللي كيعجبوني بزاف، هاد التويتاس هادو البنات ديال الخيار اللي كيعجبوني بزاف، يعني فريسكوس، ويعني يعني زويني بزاف، ويعني جوج كيديروهم بأورو 50. هاد جوج هادو كتاخديهم بأورو 50، ماشي بحال محل اخر وحده كتاخديها غير كتاخديها بأورو ولا جوج أورو 50. اللي عجبني بزاف هو أورو 50، وهادو يعني كان مجرباهم لمده عام، يعني من العام الفات العام الاخر، وانا كنجربهم انا والاخت ديالي. الحاجه الاخرى البنات اللي خديت من بريمار، كما كتلاحظوا بزاف كناخذ هاد كنشري هاد الدونيات هادو عندي في الالوان اللي كيدير غير بأورو 80 البنات. كاينين في الالوان البنات، كاين في جميع الالوان، الوان صيفيه. انا خديته في الابيض حيت كان عندي واحد ابيض اللي شي شويه تخلط ليا مع واحد اللون اخر ولحتو، وبغيت ناخذ هذا اللي يعني ابيض ناصع. والمهم كنلبسو تحت الكساوي مثلا، الا كانت شي كسوه مفتوحه في الصدر هكا، بعدا كنلبس هذا راه ما كيبينش كلشي، ولا نقدر نلبسو مع الجين ومن فوق شي تريكو اللي غادي نوري لكم دابا هنايا، بحال ديال الربيع ولا ديال الصيف اللي غادي تقدر تليق المحجبات، وداروا ليها اوفيرتا البنات. بغيت نقول لكم باللي راه كاينه واحد الاوفيرتا في بريمارك، انا ما عرفتش واش كاع بريمارك ديال اوروبا، ولكن يقدر كاع بريمارك ديال اوروبا، ولكن الناس اللي ساكنين في الميريا راه دايرين اوفيرتا البنات، دايرين بزاف اوفيرتا في الملابس في الماكياج، بزاف ديال الحاجات في بريمارك. المهم دابا غادي ندوز نوري لكم الحاجه الاخيره اللي خديت من بريم. الناس اللي محجبات يقدر يليق ليهم حيت كتجي طويله شي شويه، ويعني ماشي يعني قتلك الصاد حيت مشبكه. والبنات هذه راه خديتها اوفيرتا، يعني الثمن ديالها كان في الاول ب 12 اورو، ورجعوه البنات ب 5 اورو كما كتشوفوا 5 اورو، وفي الاول كانوا دايرين لي 12 اورو. البنات كما قلت لكم راه دايرين اوفرتا بزاف في الملابس في هنايا في بريمارك ديال الميريا، ولكن بريمارك الاخر الاخرين اللي في المدينة الاخرى ما عرفتش، ولكن يقدر كاع في بريمارك ديال اوروبا كامل غيكونوا دايرين نفس الاثمنه والرباحات. المهم دابا غادي ندوز البنات نوري لكم اشنو خديت من واحد التيندا ديال شي كوريين اللي كيبيعوا غير الصبابط والبزاطم ديال الحفلات والسيكان، هادو هما بوحدهم اللي كيبيعوا حوايج الكساوي اي حاجه. المهم خديت هذا البنات اللي صراحه عندي واحد الصنداله وخديت ليها واحد السميطه في هذا اللون هذا، عندي واحد الصنداله خديتها من العام الفات في هذه الذهبي هذا، صراحه اللي غادي نقدر نحتاجها في هذا الصيف ولا في شي حفله ولا شي حاجه. صراحه هذا البزاطم زوين بزاف، كاين هذا الشكل هذا يعني بثمن مناسب كيدير غير ب 8 اورو، المهم 9 اورو 8 اورو 99، صراحه زوين بزاف. وكيديروا لك فيها هذه السلسله هذه اللي تقدري الا بغيتي تشدي الساك بحال هكا، ولكن انا كيعجبني نشدو بحال هكا. كاين هذا الشكل هذا البنات اللي في الذهبي فيه البريو، اللي بغات يعني واحد البزطام فيه البريو كيبرق، ولكن علاش انا ما خديتش داك اللي فيه البريو واخا عجبني، خديته هكا بحال ليسو حيت انا عندي الصندالات الذهبيه ديال الطالو يعني هكا يعني ليسا. وخديت حتى واحد الصمطه من واحد المحل اخر اللي خديتهم، غادي نوريهم لكم دابا من بعد. المهم هذا البنات كاين واحد الشكل اللي انا خديت هذا الشكل هذا اللي داير بحال الجوا بحال الشكل ديال الجوا هنايا، وكاين ثاني اللي غير سامبل داير بحال هكا مربع ما فيه يعني ما فيش هذا الشكل هذا. الحاجه الثانيه البنات اللي غنوري لكم خديت من واحد المحل اخر كوري اللي هذا غير مختص بالاحذيه ديال النساء والسكان والبزاطم ديال الحفلات والبزاطم اللي كيديروا فيهم الماكياج. صافي هذاك البزطام خديته من محل اخر اللي فيه ملابس ديال الحفلات وفيه حاجات زوينه بزاف. المهم دابا غادي نوري لكم هذه الصنداله هذه خديتها رباخه اللي صراحه زوينه بزاف كما كتشوفوا، هي هذه اللي كانت كدير البنات كانت كدير ب 16 اورو
كانت كدير بستاشر اورو ورجعوها من بعد واحد اثنين اثنين وعشرين اورو ورجعوها دابا خديتها غير بعشرة اورو. كما كتشوفوا البنات هذه الصراحه زوينه بزاف، الشكل ديالها في الرجل كيجي واعر كما كتشوفوا، هاد السنه ديالها واعره بزاف، انا عجبتني الصراحه، راقيه وزوينه، والطالو ديالها ما طويلش بزاف، يعني كيصلح للناس اللي ما كيستحملوش الطالو، وانا كنلبس الطالو عالي، ولكن هذه طالوها صغير وزوين، يعني تصلح للناس اللي ما كيستحملوش الطالو بزاف. صراحه الشكل ديالها زوين وكتجي نقريه، ومن هنايا فيها البريو اللي كيبان في الظلام، ولا كيبان في شي قاعه، ولا في شي بلاصه اللي فيها ضوء قليل ولا ضوء ارتيفيسيال، كيبان كيبرق كيلمع بزاف. صراحه هاد الصنداله زوينه واعره بزاف، وخديتها اوفرتا غير ب 10 اورو. المهم كما كتشوفوا البنات كتجي دايره بحال هكا، يعني بحال واحد اكس من فوق من الرجلين كما كتشوفوا، ومن بعد كتجي هذه الصمطه دايره بحال هكا، كدوريها على رجليك، يعني رجليك كتشد مزيان باش انت تقدري تحكمي تمشي مزيان. ومن هنايا القدام البنات اللي عجبني فيه بزاف 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 هو القدام مشدود، يعني القدام ما مفتوحش بزاف، حيت كاينين بعض السندالات اللي كيكون القدام ديالها مفتوح بزاف اللي كيخرجوا الصبع ديالنا بزاف، يعني كتكوني كتمشي والصبع ديالك كيخرجوا للقدام، هذاك النوع ما كيعجبنيش، خصوصا الناس اللي يلاه كيكونوا كيتعلموا الطالو، ولا يلاه كيلبسوا الطالو، ولا ما كيعجبهمش الطالو وغادي يعني غادي يلبسوا الطالو في شي مناسبه، غيكونوا الصبع ديالكم كيخرجوا للقدام بزاف. ننصحكم دائما تاخذوا هذا الشكل هذا اللي داير هكا باش ما بقاوش يخرجوا الصبع ديالكم القدام. كما كتشوفوا البنات راه كما قلت لكم خديتها اوفرتا البنات غير ب 10 اور. من نفس ستيل ده البنات ديال داك الكوري اللي كنت خديت فيه داك البزدام اللي وريت لكم ذهبي، هذا داك الكوري اللي قلت لكم كيبيع الملابس وكيبيع داكشي ديال الحفلات. غادي نوري لكم اشنو خديت. خديت البنات هاد سميتو هاد الحذاء هذا اللي صراحه زوين بزاف، يعني دياريو اللي تقدري تلبسيه مع الجينات، تقدري تلبسيه مع الكساوي، تقدري تلبسيه مع الصيط، واعره البنات زوينه بزاف صراحه عجبتني. وشتا عنده في هذا اللون هذا اللي كيجي فيها النقري كما كتشوفوا والشيبي والابيض، راقيه انا عجبتني بزاف. ومن هنايا كيجي بحال الدان البنات، ومن هنايا كيجي هذاك داك النقري اللي في هذيك الصنداله بحال يعني داك النقري ميتاليكو. والثمن ديالها غادي تكون ديك 14 خديتها ب 14.99 ولا 15 اورو. من ليفتيس البنات كما كنعرفوا ليفتيس كيكونوا عندهم الحوايج دايرين بحال زارا اللي بجوج اورو و 93 ولا 3 اورو، اللي كيجيو فيها ثلاثه كحلين ورمادي غامق ورمادي رمادي خفيف. وخديت وحدين اخرين اللي غير كلهم كحلين، راه هي هذه شنقول لكم، ماشي داك الثوب اللي داير بحال، ماشي داك التوب اللي داير بحال النيلو، هذا التوب جين ارطب، ولكن داك الجين ارطب اللي خفيف كيصلح للصيف، ماشي داك الجين اللي كيكون شويه شنو نقول لكم كيصلح للبرد. وهاد السروال هذا البنات راه ابيض كما كتشوفوا، راه كيجي كيليق مع اي حاجه. دابا غادي ندوز عندي حيت كما كنشوفوا الابيض كما كنعرفوا راه الابيض كاين بزاف الانواع ديال الابيض، كاين حليبي، كاين بيض، كاين بيض ناصع، كاين بيض اللي كيبان شي شويه بحال موسخ، كاين بزاف ديال البيضين. وكنت شاركت معكم في القناه واحد الابيض اللي كيبان شي شويه بحال ماشي ناصع بحال هذا، كيبان واحد النوع من يعني كيبان بحال حليبي. المهم دابا غادي ندوز نوري لكم السروال الثاني اللي خديت، هو هاد الغوز هذا ولا هاد الفوشيا هذا، زوين بزاف كما كتشوفوا، هذا هو السروال البنات ليفتيس. هاد السروال هادو البنات الثمن ديالهم كيدير ب 12 ب 11 اورو و50. هاد السراول هادو من ليفتيس اللي هما هي الكاليدات ديالهم كتكون مزيانه بزاف. دابا غادي ندوز نوري لكم البنات اخر حاجه اللي خديت من ليفتيس، هما شي سماطي اللي كيبيعوا جوج بخمسة اورو. هما هادو البنات الصنطه الاولى كما كتشوفوا البنات هي هذه، كتجي رقيقه وفيها البريو. صراحه انا شخديتهم غير على حساب الكساوي، الكساوي كاينين شي بعض الكساوي اللي كيبغيو السماطي كي باش يبان داكشي راقي، كما كتشوفوا خديت هذه اللي فيها البريو، هما صراحه ملاصقين يعني كما قلت لكم جوج ب 5 اورو. كما كتشوفوا يعني كيحسبوا لك وحده بجوج اورو و50.
الثانيه البنات هي هذه الذهبيه اللي قلت لكم خديتها على حساب داك البزدان وخديتها على حساب ديك الصنداله اللي قلت لكم في الاول ذهبيه. المهم البنات هذا هو الفيديو ديال اليوم وهذو هما المشتريات ديالي ديال اليوم اللي شاركت معكم. حاولت نهضر بالزربه حيت راكم عارفين الحوايج راه ما كاينش ما يتشرح فيهم، راه كلكم عارفين بحالاش كيتلبسوا وداك الشيء. وريت لكم غير الحاجه اللي مهمه اللي رباخه اللي يعني بداو كيديروا عندنا هنا شي شويه رباخه في الحوانت. غير حاولوا تخرجوا وتقلبوا غادي تلقاو بياسات اللي رخاصين. المهم البنات ان شاء الله الى شفت بزاف ديال التفاعل في هذا الفيديو هذا وبزاف ديال اللايكات ان شاء الله عندي لكم واحد الباك رائع زوين بزاف اللي لقيته، يعني واحد الميزه زوينه بزاف اللي لقيتها في ميركادونا جديد ديال ميركادونا اللي واعر بزاف، اللي بزاف ديال البنات كانوا في القناه كيقولوا لي عافاك خدي وجربيه لينا. الا كان التفاعل في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نحط لكم هذاك الباك جديد ميركادونا في الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلامه وحتى المره اخرى ان شاء الله. بسلامه.